السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كانكم فيديو جديد وتحدي جديد، والنهاردة معايا طبعا مش مع حد اكيد، يعني النهاردة بس التحدي مع مين؟ معكم انتو يا متابعيني. طبعا احنا دلوقتي انا عملت خمن وحاول اتعرف على من هو اللاعب الافضل الجزء الاول. طبعا بشكر عرب سبورت على كل الفيديوهات دي، عرب سبورت بتطلع حاجات حلوة وتحديات حلوة. طبعا ده الجزء الاول، يعني في اجزاء تانية وانا ان شاء الله كل جزء هنزله. طبعا هكتم الصوت دلوقتي، بقول لي انا هوقف الفيديو كل شوية عشان تحاولوا تخمنوا مين. دلوقتي اقول كورتوا. ايوه كورتوا، الله، اول اللي جابه صح ليا. دلوقتي هو فرق بينه وبينه مش 7 اشهر، لا فرق بينه وبينه شهر. كاكا ولا ابراهيموفيتش؟ اكيد ابراهيموفيتش. كاكا اعتزل هو صغير، اكيد ابراهيموفيتش، كنت متأكد. لازم كده تاني واحدة صح ليا، فرق ما بينه وبينه سنة. دلوقتي بيقول لك ميسي ولا فيلايني؟ سؤال كويس. اقول ميسي. الله، فرق 4 اشهر، ما توقعتش بصراحة، حسيت فيلايني بس طلع ميسي. تالت واحدة صح ليا، انا ما جبت كله صح. دلوقتي راموس ولا كومباني؟ اعتقد كومباني. طبعا انت تحت تكتب في التعليق ايه ده راموس، فرق شهر وعشرين يوم يا اخي، اول غلطة ليا كده، انا غلطت غلطة. انت اكتب تحت في التعليق غلطت كم غلطة عشان نشوف مين فاز، انا ولا انت. اول غلطة ليا، دينا بحسب انا على الصواب على ايدي. يعني دلوقتي بنزيما ولا ليفاندوفسكي؟ روبرت اعتقد ليفاندوفسكي. ياه بنزيما، يا دي تاني غلطة، يا دي حظي. دلوقتي بيقولي من راكيتيتش ولا اوزيل؟ مسعود اوزيل ولا راكيتيتش؟ اقول راكيتيتش. مسعود اوزيل. يا رب حرام والله يا شباب، والله يا شباب حرام جدا. يعني كده تاني غلطة ولا تالت غلطة. دلوقتي بقول لك هازارد ولا محرز؟ اكيد هازارد. الله الحمد لله، فرق شهر يا شباب، فرق شهر. كده انا غلطت غلطتين، ايوه غلطتين. دلوقتي ماسكرانو ولا داني الفيس؟ اقول ماسكرانو، والله كنت اقول داني الفيس. ماشي خلاص فحسب لي، والله يا شباب كنت هقول داني الفيس، انا والله كنت هقول داني الفيس. دلوقتي لامبرد ولا بيرو؟ انا اقول لامبرد. زي ما قلت انا كده صح، لامبرد كده برضو غلطتين. انا كنت حاسس ان لامبرد اكبر يا اخي. دلوقتي بقول لك ديجو كوستا ولا كون اجويرو او سيرجيو اجويرو؟ طبعا انا اقول ديجو كوستا. انا غلطت غلطتين يا اوبا، فرق 4 اشهر يا اخي. كده انا غلطت 3 غلطات يا شباب، 3. يا ترى هتكون انتوا كام؟ ديبالا ولا ستيرلينج؟ اكيد ديبالا اكيد. الله الحمد لله، الله بس ديبالا شكل يعني تحس ان ستيرلينج اكبر، طبعا ديبالا. كده انا ما غلطتش برضه غير 3 غلطات. يا رب يكون كلكم 4 او 5، عايز يا رب يكون كلكم فايزين. كريستيانو رونالدو ولا روني؟ روني. اذا يا رب كريستيانو رونالدو اكبر. كده دي الغلطة الرابعة. بيتر تشيك ولا كاسياس؟ اكيد بيتر تشيك.
اكيد بترتشك. يا غلطة خمسة يا شباب، يا شباب غلطة خمسة يا شباب. طبعا دلوقتي نقفل الفيديو ثانية واحدة، ودلوقتي طبعا رجعنا لكم مرة ثانية. اسف عشان كان في حد بيخبط علينا، كان واحد جارنا كان بخبط عليا كان عايزني. طبعا كده انا غلطت خمس غلطات. ودلوقتي بقول لي نيمار ولا لوكاكو؟ لوكاكو صغير اعتقد، لوكاكو عنده 25 أو 26 سنة. اقول لوكاكو اكبر، لوكاكو اكبر. يا رب اذا انا والله انا يا شباب والله حرام ده يا شباب، دي صح غلطة الستة. محمد صلاح ولا جدة؟ اول محمد صلاح يا شيخ. يا شباب والله يا ربي فرق يا شباب، فرق 13 يوم 12 يوم كده. دي غلطة سبعة. دلوقتي ما تنسوش دلوقتي تكون نهاية الفيديو. طبعا انا غلطت سبع غلطات، رب تكونوا غلط اكتر مني عشان افوز مرة في حياتي. بس انا كل التحديات اللي تحداهاني يوسف اللي تحداها يوسف خسرت فيها، فرب اكون انا فزت عليكم. طبعا دلوقتي نهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ما تنسوش تعملوا شير، وتصبحوا على خير.